مباراة الهلال السوداني. الهلال السوداني وكنا كسبانين هنا 4-0 4-1 وهناك نزلنا الشوط الاولاني جبنا جون بقينا 4-1 الماتش ده انا كنت مصاب اللي لعبه كابتن محمد البشلاوي ولعبه هو مصاب برضه كان الانكل بتاعه بس هو انا جالي دور برد وقعدت مش طبيعي قبل ليله الماتش فالمدرب حاول ان هو يلعبني انا ما قدرتش لما رحتوا كينيا بقى ايه موضوع السحر والعادات اللي انتوا لاول مره هتشوفوها في افريقيا كانت في كينيا يعني خاصه في كينيا لا كينيا كانت صعبه قوي وعنيفه يعني حصل ان باك ليفت بيجري ورا كابتن خليل رحمه الله عليه عايز يضربه فخليل هرب منه وطلع بره الملعب ودخل الحكم راح طرد ابراهيم خليل يا كابتن مفيش خلاص حاجات اللي كانت محطوطه على الخط بره لا هو ده قبل الماتش قبل أيوة. الماتش كده في واحد نزل ساحر لابس اللبس السحره ده الافارقه ومعاه شوال فتح الشوال وطلع منه ديك وجرى على مرمى من الاثنين وراح داخل قاعد في الشبكه الديك دخل قاعد في الشبكه ولا الساحر ده الديك اللي جرى وقاعد في الشبكه انا ما راح له الساحر وخده وخلاص والناس الجمهور هياصوا طبعا بيصوتوا خلاص انتصروا وفي الجون ده جه جون لابو لهيا الكيني فعلا وتعادلنا في الشوط الثاني وست لعيب طلعوا على المستشفى متكسرين يتجبسوا بعد المباراه دي بعد المباراه في المباراه محسن حريم كسر في المباراه وانكسرت قصبه رجله والشظيه قاعد في الجبس اكتر من 4 شهور يفك ويركب ويفك ويركب الدكتور محسن حرير اللي بقى بعد كده عميد كليه التربيه الرياضيه ابو قير ده الباك رايت بتاع غزل المحله التاريخي يعني الدكتور محسن كابتن لطفي الشناوي ضلعين ده الفرقه كلها اتعورت انكسرت احنا هنلعب احنا هنرجع من هناك الاربع من كينيا الاربع بالليل الماتش كان الحد احنا هنرجع الاربع الطياره المباشر لمصر يوم الاربع بالليل نوصل مطار القاهره الساعه 6 الصبح صباحا نوصل المحله الساعه 9 10 11 نلعب الجمعه مع الاهلي ماتش مصيري للنادي الاهلي انه لو كسب يبقى الاول ويكمل حقيقي اللي حصل ان سفير مصر في نيروبي بعت خطابات رسميه لمصر ان عربيه طبيه تستنى فريق المحله اللي هيوصلوا مطار القاهره الساعه كذا عشان في 6 لاعبين مكسورين وبالفعل حصل وبعت برقيه كمان للخارجيه راحت لوزاره الشباب والرياضه ودتها لاتحاد الكوره بتاجيل بالطلب تاجيل مباراه الاهلي لان الفريق هيوصل الخميس فمش هيقدر يلعب الجمعه لظروف خاصه انه بيمثل مصر وفي اصابات نص الفرقه مش هتقدر تلعب يعني حتى لو 24 ساعه بس يستريحوا طبعا الدوري كان مقفول واترفض الطلب ولعبنا ماتش الاهلي هنا كسب 1-0 مرحوم احمد ماهر كان كورنر والكره جت في ركبته ودخل الجون يعني طب نهائي افريقيا يا كابتن عبد الستار كان امام قاره